أينما كنتم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج أخبارنا وبداية أسبوع موفقة للجميع. مشاهدينا، مسار أخبارنا انطلق، فأهلا بكم. كالعادة حلقة اليوم من ثلاث مدن، حتكون من مدن ليبيا، حتكون من البيضة وزليتن، وأخيرا حتكون معنا جدابية. الحقيقة الحديث اليوم عن أضرار عاصفة دانيال، مازالت أضرارها مازالت يعني موجودة على أرض الواقع، رغم أن الحكومة الليبية في المنطقة الشرقية حتى حكومة الوحدة الوطنية تحاول أنها تدعم المناطق المتضررة، ومن ضمنها البيضة اللي أيضا تأثرت بهذا الأمر واللي أثر على بعض المرافق الصحية. اليوم حنتكلم على مصرف الدم المركزي لمدينة البيضة. هذا المركز حنعرف تفاصيله، المنطقة الجغرافية اللي يغطيها، كم حدودها، عدد العاملين، هل هناك استحداث لها، هل هناك تجهيزات، هل هناك تواصل من وزارة الصحة لهذا المركز بحيث يتم دعمه سواء كان بالكوادر الطبية أو العناصر الطبية أو حتى الدعم اللوجستي. اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن نرحب بالدكتور هشام عبد الله دهمش، مدير عام مصرف الدم المركز البيضاء وكبير فني مختبرات طبية في الحقيقة، وهو ماجستير إدارة مستشفيات ومرافق صحية. ورحب بك دكتور هشام. اهلا وسهلا بك استاذ عزين، كيف حالك؟ في يومك طيب ان شاء الله. يومك مبارك ان شاء الله. ما شاء الله على صغر سنك كل هذه الانجازات دكتور، بسم الله ما شاء الله. طول عمرك، بارك الله فيك، الله يسلمك، ربي يحفظك. طيب دكتور، نتعرفوا على المركز، البنك المصرف او مصرف الدم تحديدا. هذا المصرف متى تاسس وما هي الرقعه الجغرافيه اللي يغطيها؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كل الشكر والتقدير أستاذ عز الدين المذيع المتميز والممتاز دائما وأبدا. أشكرك. وكل الشكر لقناة المسار السباقة ولضيوفك الكرام. مصرف الدم المركزي البيضاء هو أحد مصارف الدم المركزية الليبية العشرة أو التسع مصارف على مستوى ليبيا. لله الحمد والمنة، هو يغطي رقعة جغرافية شاسعة من بعد المرج إلى مدينة طبرق. طبعا مدينة درنة للأسف لا يوجد بها مصرف دم مركزي، وبحكم إعصار دانيال الذي نسأل الله أنه لن يتكرر في مدن ليبيا عامة. يعني أنت فاجأك الآن، درنة ما فيهاش مصرف دم بكل حتى لهذه اللحظة، حتى بعد عاصفة دانيال. نعم إذا كان بعد عاصفة دانيال فيها مصرف دم حاليا قد يكون فرعي، فهمت، وفي طور التجهيز، ولكن كمصرف دم مركزي انت عارف طبعا لابد يكون في مصارف دم مركزية تساند المصارف الدم الفرعية. فرعية، تمام. فمصرف الدم، نعم، مصرف الدم مركزي هو الوحيد في مدينة البيضاء من المرج الى طبرق. في سبحان الله وبحمده، يوم إعصار دانيال صباحا بعثنا، يعني كان درنا الطقس فيها مشمس والأمور جيدة، بعثنا ما يعادل 50 أو 60 كيس لمستشفى. هذا قبل العاصفة دكتور، ولا يعني قبل الله. نعم، قبل العاصفة وقبل الإعصار. شو سبب سبحان الله كيس؟ بعثنا والله هو طبعا دائما فيه طلب من السيد الناجي رئيس قسم مصرف الدم في مستشفى الوحده، كويس، بالدم المتكرر، فلما يكون عندي مخزون بدرجه ممتازه نحاول قدر المستطاع ان نبعث لدرنا. انا درنا سبحان الله نصب الاعين واولى الاهتمام دائما من مصرف الدم المركز البيضاء. الله يفتح عليك. بعد بعثنا الاكياس الى مصرف الدم او الى مستشفى الوحده. صارت الكارثة اللي نسأل الله أن يغفر من مات منها شهيدا والعودة للمفقودين، اللهم آمين. فطبعا بالتالي تأثرت أخوي عز الدين شحات، سوسة، القبة، ودرنا والبيضة طبعا. فأصبح مصرف الدم المركز البيضاء يغطي في هذه المناطق، ناهيك عن المناطق الجنوبية زي مستشفى عمر المختار وغندولة ومراوة، مستشفى الحنية الناحية الجنوبية. نقدر نقول لك يعني هو حاجة تفرح وتزعل، إن لله الحمد لم يتم إعدام كيس
من تكليفي من 21. طبعا هو سامحني المصرف قرار إنشاء 2016 نعم، ولكن لم يتم فيه العمل إلا بعد تكليفي في شهر 2 في 21 من حكومة عبد الله الثني. هو ما الله أعلم، لكن قد لم يوفق المدير السابق في إدارة المصرف، أو الله أعلم إيش السبب اللي صار. فبعد تكليفي في شهر 2/21 أصبحت، إذا كنت تسمح فيه أستاذ عزدين. نعم نعم دكتور، في الاستماع لك. نعم نعم دكتور. إذا بعد تكليفي في شهر 2/21 أصبحت نبعث في الكوادر اللي عندي. طبعا الكادر اللي عندي يعني ضعيف نوعا ما، ودرنا تو قرار تعاقد وان شاء الله يصير منا يعني في يعني فيه كوادر فنيه، كوادر طبيه، في اطباء بحيث يدعموا الموجودين. المصرف مفتوح 24 ساعه الحمد لله رب العالمين، لم يتم اغلاقه من 21 حتى هذه اللحظه. صرفنا فوق 10,000 كيس من صرف واستقبال للمتبرعين. كويس. النسبة المتبرعين خوي عزدين على العموم في مستوى هذا السؤال يطرح نفسه. تعرف يعني المصرف، مصرف الدم البيضاء يغطي سميتي تقريبا 6 مناطق، وهذه المناطق يعني مش مناطق صغيرة. يعني فيها عدد سكاني كبير وفيها مستشفيات أيضا. فمسألة التبرع بالدم، هل دكتور هذا السؤال يطرح نفسه، هل فيه استيعاب من المواطن؟ هل فيه مقتنع المواطن بفكرة التبرع بالدم خلال كل فترة؟ سؤال جميل. طبعا يا اخوي عز الدين انت عارف الموضوع يبي يعني ثقافه وتوعيه كبيره جدا. صح. فنحن نتحركوا بالبديل مع شراج المتبرع، يجينا انا اللي نمشي لعند المتبرع في اكثر من مرفق حيوي. نعم. يعني الخزانه، تعليم، او مناطق زي جردس ومسا وكذا، فهذين نقوم بهم بحملات تبرع للموظفين، للأسر. خطبت الأوقاف أكثر من مرة بأن يحث الناس في خطبة الجمعة على التبرع. الحمد لله رب العالمين في استجابة، ولو بسيطة ولكن جيدة يعني. في المساجد؟ نعم نعم، كانت خطوة في المساجد مع الأوقاف، وكانت الخطوة الحمد لله رب العالمين الأوقاف جدا مستجيبين متعاونين. حتى المرافق اللي نمشوا لهم نلقوا في ترحاب واستقبال جيد. كويس. الناس طبعا تبي بس من يوعيها على موضوع التبرع. اخوي عز الدين انت عارف التبرع اهميته للشخص من ناحيه الصحيه قبل ما يكون يعني يستفيد منها شخص اخر. وغير الناحيه الدينيه فيها، انت تبي تحول امراض منك، تبي تحول هذا دم زايد منك، تبي تحوله منك. الضغط بيتعدل عندك، النظر، الصداع. يس. النوم، هذين كلهم طبعا حاجات عوامل صحيه. نعم تمام دكتور. يعني امام كم كبير جدا حضرتك اشرت له، وفيه يعني توعيه كويسه من المواطنين في مساله التبرع بالدم لمصارف الدم، لكن في المقابل دائما لما تصير لحاله اجراء عمليه، حادث سير لا قدر الله ايا كان، ومحتاج الى دم، يجي لمصرف الدم للمستشفى او للمصرف نفسه يقول له والله ما عندناش، بالذات الفصائل النادره زي السالب. نعم. وغيرها. فشنو القصه بالضبط هذه دكتور؟ ويقول لك لازم نجيب متبرع، هذه الفلسفه كيف فهمنا لي بالضبط؟ هو طبعا انت عارف ان هذه وظيفه مصرف الدم المركزي، ان لابد يكون فيه مخزون تحت اي ظرف، اقل شيء لابد يكون فيه من كل فصيله 6 إلى 7 اكياس. انت عارف، فلما يكون فيه مخزون تقدر تعطي منه كيس. يعني عندي حاله وما حصلش متبرع يا دكتور، مبدئيا كيف ندير؟ نعم. لا هو طبعا في حاله عدم وجود متبرع، انا نحن ليش نديره في بديل يا اخوي عز الدين؟ ان اذا بتعطي كيس لابد تجيب لي بديل. تمام. عشان نضمن ان المخزون ما عادش يفضى. فهمت علي؟ فهمت عليك. في حال ان ما عندكش متبرع او ما عندكش بديل، انني بنحل مشكلتك تو، بنقول لك تفضل هذين 3 اكياس من الاو سالبه او البي سالبه او الاي بي سالبه، بالذات الفصائل المعقده والنادره. نعم. بنقول لك تفضل حل مشكلتك، لما تريح تطمن عليه صاحبك ويطلع من العمليه او يوقف النزيف لابد ترد وتشوف لي بديل اي فصيله اخرى كانت. لكن وظيفه مصرف الدم المركزي هو ان دائما يكون فيه مخزون
باستمرار اللي هو عن طريق حملات التبرع، عن طريق الأوقاف كيف ما قلت لك، أو عن طريق مثلا مناشدة المديرية في المدينة تبعث عسكرية بحيث تقدر تأخذ منهم مجموعة من الأكياس. نعم تمام. حملات التبرع دكتور حملات مهمة جدا، فإلى أي مدى مصرف الدم في البيضة يقوم بهذه الحملات؟ ومثلا يعني تطلع سيارة مجهزة في نص المدينة أو سيارتين وتفتح أبوابها للمر في الشارع وتستقبل المتبرعين، هل هذه الخطوات عندكم؟ نعم نعم الحمد لله رب العالمين. أنا عندي فريق استجابة سريعة مكون من 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 فنيين شباب متميزين وممتازين الحق وعلى أهبة الاستعداد. فيه سيارة إسعاف دائما مجهزة بالأكياس وجهاز نسبة الدم. أنت عارف المفروض ما تخفش من أي شخص يتبرع إلا إذا كان شوف نسبة الدم قبل، هل نسبة الدم بتاعه ملائمة أنك تأخذ منه أو الدم اللي فيه يكفيه؟ أنت فاهم؟ تمام. المفروض ما حد يتبرع إلا إذا كان نسبة الدم عنده مرتفعة عن المعدل الطبيعي، الضغط بتاعه معدل طبيعي، مش مسافر لأي دولة مثلا من الدول اللي فيه مشاكل صحية قبل 3 شهور إلى 4 شهور، مش واخذ أدوية، أموره في يعني الصحية مناسبة جدا لأنه يكون مهيأ لأنه يتبرع. بالتالي ننتقل للخطوة الأخرى وهو أننا نبدأ نأخذ منه الدم. الحملات التبرع باستمرار دائما دائما نخشى يعني لا قدر الله، ولكن دائما نخشى وقوع أن أي أضرار أو مشاكل فتجد بحتاج إلى كميات كبيرة من أكياس الدم بالفصائل المختلفة. اللي نوه عليه أخوي عز الدين أن كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان فورا. أولا هو داعم جدا في توفير أكياس الدم بشكل فوري مستمر. دور وزارة الصحة في دعمكم كمصرف دم مركزي في البيضة إلى أي مدى هناك دعم واستجابة سريعة من وزارة الصحة؟ نعم هو الدكتور عثمان عبد الجليل حياه الله يعني ونشكره من منبرك المحترم. شخص يعني واقف في 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 ظهورنا، يعني اول ما صارت عجز في اكياس الدم تشكل لجنه من مصارف الدم المركزيه اللي هي طبرق والمرج والبيضه وبنغازي. ووفر كميه كبيره من الاكياس وقال هذه كمرحله اولى، ودار خط مباشر ما بين مصارف الدم وبين حضرته ووزير الصحة. لما صار إعصار دانيال بأمانة كان جدا مستعد وغطانا بالقيم المالية المطلوبة بحيث نتحركوا بهن، بالذات المصارف اللي فيهن عجز عشان يغطي العجز. شكلوا لجنة وغرفة لمتابعة النواقص ويعني توصيل هذه النواقص في ظل الظروف حتى انقطاع الطرق وكذا. فالحمد لله رب العالمين، يعني بأمانة نحن كوزارة صحة كل الشكر والتقدير ما قصرت بأمانة. تمام. أنا دائما بس نحب الناشد بعد إذن أخوي عز الدين إذا تسمح لي. هو المبنى اللي قاعدين فيه نحن طبعا هو مستأجر، فدائما نناشد بتوفير مبنى بس كل ما يطمح به مصرف الدم المركز البيضة ومن منبرك الكريم اللي يسمعوا فيه يعني كل الليبيين، أن أناشد بتوفير مبنى يكون ملك بمواصفات مصرف دم مركزي بحيث يكون المعمل في مكان يعني صحي وصالة السحب، وبس هذا ما يعني نشد به عن طريق دكتور حضرت. انا يعني كل ضيف نقول له في العاده اني نشرك في مشاهدي الكرام عن طريق حسابي على تيك توك، فاخينا بالقاسم يقول لك موضوع بنك الدم لا توجد اي مبادره او جهه رسميه تكون المسؤوليه مباشره ووضع الثقه بين المتبرع بالدم، ويبدو لنا يقصد بين المتبرع بالدم وبين المركز او المصرف. ايضا درنا ترحب بكم يقول لك ان يعني اللي بيتبرع يمشي للبيضة مش حرام هيك، فهذا الجزئين، الجزئيه الاولى اللي هو الثقه بين المواطن والمصرف الدم، مش عارف وين بالضبط المقصد، هل هو مقصد نقل الدم بحاله ما يكونش فيها اي اثار سلبيه وقد ينتقل المرض للمريض، فهذا ممكن سؤال. وايضا ما صحة ان لازم تمشي للبيضة عشان تتبرع بالدم؟ هو طبعا بالنسبة لصحة نقل الدم أو أن الدم يكون سليم فهو سليم بنسبة 100%، نسبة الخطأ لابد تكون 0%.
فالمتبرع لا يمكن أن يجلس على كرسي المتبرع إلا بعد يكون مطابق للمواصفات بالكامل الطبية تسمح له بالتبرع. نعم. القياس الضغط، الوزن، الاستقرار يعني الاستبيان بالكامل يقعد ذاكر فيه إذا كان يعني عنده أي مشاكل صحية أو مدمن لأي شيء أو كذا، وبعد ونسبة الدم طبعا بعد ما يتبرع ونأخذ منه كيس الدم ينتقل الكيس للمرحلة الأخرى اللي هي مرحلة فحص الكيس بالكامل. لا بد يكون الكيس مفحوص بالكامل باش تقدر تعطيه للمتبرع من ناحية الإيدز والأوبئة، من ناحية الفيدرا اللي هو الزهري، وتحت أجهزة الحمد لله رب العالمين حديثة متطورة، بحيث الكيس ما يطلعش إلا في ظروف ملائمة جدا. بعد ما يطلع الكيس من تحت منظومة، نحن عندنا منظومة خاصة بالصرف والاستقبال، ويعتمد من مكتب الجودة، يطلع في حافظة مغلقة فيها تلج جاهزة، الكيس جاهز تحت ظروف صحية وبيئية ملائمة، يوصل للمكان المناسب الحمد لله رب العالمين دون أي خطأ يذكر لله الحمد لله. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي الـ إذا كان متبرع من درنا، لا هو نعم فيه. نعم دكتور، نعم. إذا كان طبعا فيه مصرف دم في مدينة درنا موجود، ولكن كيف ما قلت لك مصرف دم مركزي، إلى الآن لم يتم إنشاء مصرف دم مركزي، ولكن فيه مصرف دم موجود، ولكن تعرف بحكم المشاكل اللي فيها مدينة درنا توا التبرع فيها راح يكون ضعيف، يعني فيها تبرع ولكن راح يكون ضعيف. فأي شخص يبي يتبرع في درنا في مستشفى الوحدة فيها، وفيها مكان للتبرع وفيها أجهزة وفيها طاقم، لكن ما تتخيلش يعني مواصفات مصرف دم مركزي يعني. نعم، معناها دكتور المناطق اللي هي القبة وسوسة وشحات والبيضة ودرنا، خلينا من البيضة المركزي، القبة وسوسة وشحات ودرنا فيها مراكز للتبرع، في مصارف دم فرعية. نعم، فيها مصارف دم فرعية في المستشفيات، مستشفى قرينة مستشفى سوسة ومستشفى القبة العام، فيه نعم مصارف كلهم تمت، وبالذات بعد إعصار دانيال وزارة الصحة مشكورة وفرت كل الأجهزة الخاصة بمصارف الدم لتغطية وتلبية. أنت عارف أن كيس الدم يعني الحاجة له ماسة ومستعجلة وسريعة، فلا بد توفيرها بأقصى سرعة يعني. نعم، شكرا لك دكتور هشام عبد الله مدير عام مصرف الدم المركزي، كنت معي من مدينة البيضاء. قبل ما نبدأ في موضوع مشاهدين الكرام، الحقيقة العديد من الرسائل توصلني الآن على موضوع زليتن. موضوع زليتن حنتكلموا عليه بكرة، لأننا ما نقدرش نحكي فيه بتوسع إلا ما يكون فيه متخصص جيولوجي، عضو مجلس بلدي، عميد البلدية، فبكرة حنحكوا فيه. وأنا سمعت إن شاء الله تكون المعلومة غير دقيقة أن فيه طفل توفى جراء يعني ظهور المياه ووجودها في بعض المناطق اللي قد تكون حتى ذات منسوب عالي، لكن نوعدكم بإذن الله غدوة حتكون في فقرة خاصة بمدينتنا مدينة زليتن، واللي نقول إن شاء الله نسأل الله يرفع عنها هذه المعاناة اللي مر بها المواطن. حنمشي لمعاناة أخرى وهي في مدينة الزنتان. مدينة الزنتان فيها مدرسة اسمها مدرسة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للتعليم الأساسي والثانوي بالزنتان. خلي بالله مشاهدينا الكرام نشوفوا المدرسة وبعدين نرجعوا وينضم إلي مدير المدرسة الأستاذ عبد المجيد الزروق. شوفوا معي المدرسة مشاهدينا الكرام وتأملوا حجم الدمار وحجم معاناة المعلم والطالب. نشوفوا مع بعض. يعني أنت تتحدث على صرف مليارات، أرقام فلكية تصرف، لما نجو للواقع نلقى الواقع سيء للغاية وكئيب وحزين.
للمعلم القادر يجي للمدرسة ويعطي بطاقته وإيجابية، وللطالب عنده خلوق إنه يقرأ. كل هذه المليارات صرفت دون أن تحل مشكلة البنية التحتية في ليبيا في جميع المرافق. خليني رحب الآن بالأستاذ الفاضل عبد المجيد الزروق، مدير مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي والثانوي، ورحب بك أستاذ عبد الحميد من مدينة الزنتان. مرحبا أستاذ الزين. أهلا وسهلا بك. بالله يا أستاذ عبد الحميد، اسرد لي سرد تاريخي لهالمدرسة. ألو. نعم نعم أستاذ عبد الحميد، نسمع فيك واضح. أستاذ الزين، إيه، طلبت منك تسرد لي سرد تاريخي للمدرسة هذه، أمتى تأسست وكيف تم تأسيسها بهذا الشكل أصلا أو تجهيزها بهذا الشكل؟ إن شاء الله. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تأسست مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي والثانوي في عام 2000. طبعا كان حي سكني وما فيش مدرسة، ف أسسها أولياء الأمور أولا وبعث لي أسسها التعليم واعتمدها أنها مدرسة. بدأت مدرسة في 2000. نعم. استمرت هذه المدرسة لعنت وتدرس في من أولى ابتدائي لثالثة ثانوي، تعليم أساسي وتعليم ثانوي. هذه المدرسة عبارة عن فصول متنقلة. تريلات أستاذ ياسر عبد المجيد يقول هيك. تريلات. نعم. فصول تريلات يعني يعني يعانوا مأساة في 2024 ان طلبة يقروا في تريلات. في فصل الشتاء تتعاطل عالم الامطار داخل هذه الفصول. خلينا قبل نجي النقطة هذه استاذ مجيد، كم عدد الطلاب في المدرسة؟ كم عدد الطلاب في كل المراحل من اولى اعدادي لثالثة ثانوي؟ كم عدد المراحل؟ كم عدد الطلاب اقصد عفوا؟ ما هي من اولى ابتدائي لثالثة ثانوي. كم عدد الطلاب؟ العدد الاجمالي في تقريبا 325 طالب. رقم والله. رقم 300 325. طيب، المعاناة اليومية لكم ككادر وظيفي ومعلمين، وأيضا المعاناة في المقابل حتى للطلاب، كيف عايشينها؟ وإحنا نعرف أن الزنتان جاية في منطقة جبلية، في الصيف بتكون درجة الحرارة مرتفعة، وفي الشتاء بتكون درجة الحرارة جدا منخفضة، مرات توصل حتى الاثنين أو ماينس أو ناقص زيرو أو ناقص صفر وناقص واحد. والله ما قلت لك أنا معاناة مأساة، هي مش في فصل الشتاء. والله كإدارة مدرسة أو كحجرة معلمات وين يقعمزوا؟ والله ما عندهم وين يجلسوا. كإدارة مدرسة لما تخش لها الماء تقريبا إلى فوق من الكعب متاع الرجل. نعم. هطول لا، في فصل الصيف درجة حرارة ما نصبلكش، يعني الطالب يبدأ في تريلا ومن برا حراره، يعني ما نصبلكش الحراره كيف، وانتم عارفين درجه الحراره لما تبدا في تريلا معروفه هذه. تمام. خلي بنرجع معك بس لتاسيس المدرسه لما تم تاسيسها في هذا الحي اللي ما فيش مدرسه. هل تم تاسيسها بفزعه زي ما نقولوا ان اهل المنطقه بكلموا البلديه ولا كلموا المسؤول في ذاك الوقت في عام 2000 وقالوا له راهو احنا رانا بنديروا مدرسه وساعدنا كيف ان احنا وحصلنا قوطه الارض وجبتوا تريلات، والا هي تم تاسيسها بناء على مستندات رسميه سجلت في وزاره التربيه والتعليم؟ هي زي ما قلت لك يا استاذ الزين، هي طبعا الحي السكني يفتقد لمدرسه في الحي السكني هذاك. كانت المدارس مشوار بعيد يعني على الصغار اللي يمشوا يواصلوا تعليمهم ولا يواصلوا، فتحملوا تقريبا مده سنه انه يوصلوا في صغارهم، وفي اللي يمشي على رجليه وفي اللي ما عندهاش من يلف على بكل. وبعدين داروا فزعه ان اخذوا المبنى هذا اللي هو كان مبنى لاداره شركه، فداروا اولياء الامور كفزعه وخذوا لنا المبنى هذا ومشوا لناشد التعليم انه ياسس لهم المبنى هو كمدرسه في عام 2000. واستجاب التعليم واسسها لهم في عام 2000، بدت كمؤسسه تعليميه.
كويس. انا ناشدوا لما نكلموا في التعليم او نكلموا في الوزاره. تفضل تفضل. كنا لما نكلموا في الوزاره نقول لهم نبوا كصيانه للمدرسه، او يقول لك هذه مدرسه بالمجهود الذاتي ما نصينوهاش. هي معتمده وهي مؤسسه تعليميه، وانت حاسبها انها مدرسه. تمام. وتقول لي لا ما نصينهاش. هذا كلام امتى يا استاذ عبد المجيد؟ على ما نشدنا ما فيش. نعم قلت لك هذا الكلام اللي قالوا لكم ان احنا هذه مدرسه ما نصينوهاش لانها مدرسه على النفقه الشخصيه ومش عارف المصطلح اللي قلته. فمتى كان رد وزاره التعليم بهذا القول او هذا الكلام؟ الصوت يا استاذ عزيز مش واضح. انت قلت لي وزاره التربيه والتعليم رفضت صيانه هذه المدرسه، سالت قلت لك امتى بالضبط؟ اللي ساعتنا هذه ما جتهاش الصيانه الا توا في خلال الشهر اللي فات او الشهر. اعطونا 15,000 كصيانه و15,000. المدرسه تفتقد لملاعب، تفتقد لدوريات مياه، ما فيهاش دورات مياه. طلبه ما عندهمش دورة مياه. معلمات ما عندهمش دورات مياه، كطالبات ما عندهمش دورات مياه، ملاعب ما عندهمش ملاعب، ساحه رشاد يعني الصغار الطلبه اللي يلعبوا فيها يلعبوا في ساحه رشاد ماهيش ملعب بكل. تفتقد لعده حاجات، التريلات اللي يقروا فيها كهرباء ما فيهمش، كتدفئه ما فيهاش، المبنى اللي فيه الاداره زي ما قلت لك اول شيء طهات من الامطار، ثاني شيء المبنى آي للسقوط ماهوش معش يعني تشقق وعاي بالسقوط ماهوش. ف لما يا استاذ مجيد اسمح لي على الاقل استدرك الوقت مع حضرتك. انا اليوم عندي ثلاث اجزاء مهمه جدا ورئيسيه في الزنتان. اولا عضو مجلس النواب الدكتور عبد السلام نصيه. ثانيا عميد رئيس المجلس البلدي او عميد البلديه. ثالثا مراقبه التربيه والتعليم في هذه البلديه. وين دورهم من هذه الإشكالية الكبيرة جدا اللي تضر بأكثر من 325 أو 325 طالب وطالبة من مرحلة التعليم الأساسي الصف الأول إلى الثانوي. دورهم بالنسبة لمراقبة التعليم، طبعا مراقبة التعليم في 2012 نعم استدعى وزير التعليم إلى هذه المؤسسة وجاء تقريبا نقولوا له الخوجة هو وزير التعليم وجاء معهم تاع المشروعات وشافوا المدرسة وتأسفوا في الموقع غالي تأسفوا أن تكون هذه مدرسة ولا تكون هذه مؤسسة. نعم قلت لك كلها تتأسف ما تدير في شيء. قلت لك تأسفوا وقالوا ما معقولة في القرن هذا وفي السنة هذه في مدرسة بالشكلية هذه وفي طلبة يقروا بالشكلية هذه. وتفاءلنا خير الحق لما قالوا الكلام ما هو وقلنا خلاص إن شاء الله حتى روحوا. بعد تقريبا في 2014 بعثوا لنا الفصول هي التريلات بدل ما يديروا لنا مدرسة بعثوا لنا فصول. الإنجاز اللي داروه جوك في 2012 و2014 بعثوا لك الفصول. سرعة في الأداء وخدنا بسم الله ما شاء الله. قلت لك بعد تالي لما بدوا يدرسوا الطلبه في التريلات قلت لك لما تجي المطر التريلات هنا فيهم كهرباء وحديد وميه، لما الطالب يحط ايده على التريلا يضرب الضي. انا الضي عارف انت في طالب انا في 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 ايام وقفت الدراسه في طالب حط ايده على التريلا والله لوح مسافه مش عارف كيف نحكي لك يعني. لا حول ولا قوه. فوقفت الدراسه فيها ومشيت نشدت مراقب التعليم وقلت له راي الكهرباء ما كهرباء وشو فصلوها الكهرباء من التريلات بكل. ما عادش فيها ضي يعني لا مكيفات ولا كهرباء ولا شيء. حاجه حتى ضي قطعوا عليكم. ما عادش فيها ضي بكل ايه. والله شيء. انا نستغرب والله اسمح لي استاذ مجيد. استاذ مجيد اسمح لي بس استغرب من كمية عدم المبالاة واجتماعات وكل ما يمكن أنك أنت تتصوره يحدث داخل الوزارات. اليوم أنا من خلالك الناشد الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم لحكومة الوحدة الوطنية. هذه مدرسة ليبية يا دكتور، هذه مدرسة ليبية 325 طالب. يوم اللي تصب المطر واحد من الأطفال قريب ما تضرب الضي تلوح حجرة مش عارف قريب 3 متر وصل الضي نهائيا عليهم. اليوم حتى كهرباء ما فيش، بالإضافة إلى أنها لا تصلح لأبنائنا الأفاضل، أبناء هذا الوطن المكلوم المجروح اللي للأسف
لم تعطوه أهمية قصوى. هذه مدرسة. تفضل تفضل يا دكتور. مفيش موسى. ما فيش أهمية. إيه ما فيش. اليوم يا أستاذ عبد المجيد حجم المعاناة أنتم كمعلمين مدرس ومدرسين ومدرسات بكل صراحة، لما يجيك المدرس لبلة والأستاذ، هل تحس أنه عنده طاقة إيجابية لإعطاء دروسه؟ كيف وضعهم النفسي أيضا؟ والله هم قايمين بواجبهم كمعلمين أو كمعلمات، قايمين بواجبهم ومخرجين، قلت لك أجيال منها من 2000 إلى الآن مخرجين أجيال، في 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 معلمات اللي يقروا عمانة وتو يقروا عمانة في نفس المدرسة، صدقوا بشهادة وبأمانة أنهم المعلمات اللي داخل مؤسسة التعليمية أبو بكر الصديق مادين واجبهم على أكمل وجه، وهذا هذه شهادة، مش هذه بيني وبين الله عز وجل. قايمين بواجبهم، الوزارة هي اللي مش قايمة بواجبها. الوزارة تدرين اللي في ملاك، لا والله المعلمة تقعد للساعة 12 ما تروحش، هي ما عندهاش دورة مياه وين تقعد، ولا ما عندهاش حجرة باش تقعد فيها المعلمة، وتقول لي تقعد للساعة 12 ولا الساعة تشرط عليها الوزارة، تشرط على المعلم أن يكون معدل أداء 15 حصة، أنت تعال شوف لها كيف تقرر ولا كيف. والله في حاليا أنا مناشد المراقب التعليم السابق أني نبي صبورات للطلبة، والله ما جابوا لي الصبورات اللي قدم نقرر فيهم تو حاليا. ما مش عارف على ما نشدنا، على ما تكلمنا، على ما يا راي الصور هاي عميد مجلس عميد البلديه لنا مده احنا نبغى نتفاهم، خير شاب صغير حابب يخدم المنطقه وطلع معي في السابق، وين دوره؟ هل مشيتوا لعميد البلديه؟ هل تواصلتوا مع نائب عضو مجلس النواب عن مدينه الزنتان دكتور عبد الصمد الصيه؟ هذه الجسمين مهمين وهذا الشخصين مهمين بصفتهما. تواصلت مع عميد البلدية وجاني للمؤسسة وقال لي حاضر وإن شاء الله وعندي شركة بنديره مؤسسة يعني زي ما تقول فصول متركبة في المكان هذاك، واتفقنا وقال لي خلاص خلال 4 شهور تكون جاهزة، هذاك يوم وهذا يوم، ما فيش من دارة ولا جاء ولا كمشروعات مشينا، لا نزلت ليطلب لسنة شخصية، أنا كمدير مدرسة وعضو هيئة التدريس بنفسي مشيت نزلت لطرابلس للمشروعات غادي وقع مسا ما رصد علي القويرح، هو بارك الله فيه داير مجهودة معنا، ولكن الله غالب ما فيش، قال لك سيولة ما فيش، ما عندهمش كيف يسيلوا لنا يجيب مقاولة ويعطي. قالوا لنا السنين اللي فاتوا قالوا وفروا أرض باش نعطوكم مؤسسة، أنا وفرت لهم أرضين، أرض 100% وأرض 80% موجودات، وقلت لهم هي موجودة باي. الأرض الأولى قال لك لا والله فيها مخلفات وتبي تنحال مخلفات، يعني أنا كمدير مدرسة والله كولي أمر نجي نحي مخلفات نتاع أرض طبعا هذا دور المجلس البلدي. نعم هذا دور المجلس البلدي وشركة الخدمات العامة مش دور المواطن. الكلام هذا ما فهمتش الصوت يا استاذ عزيز مش واضح. قلت لك هذا دور رفع المخلفات وتنظيف الساحه قطعه الارض، هذا دور المجلس البلدي، انت جابوا لك قطعه ارض بلاش وقالوا لك هاي نقدر نبنوا فيها، تقول لهم والله فيها مخلفات ما نقدرش انا تبي المواطن، مش منطق والله. يعني الكلام اللي تنصرف فيه منك يا استاذنا الفاضل عبد المجيد مش منطق نهائيا، لا يقبل العقل ولا ما فهمتش، أنا مش قادر نستوعب الآن لو كلام حضرتك خطير جدا. هذا اللي ساير. أستاذ عزي. طيب كلمة أخيرة أستاذ عبد المجيد قبل ما أني معك هذه المقابلة الطيبة. أو الحزينة صراحة. كلمة أخيرة الناشد. حزينة مقابلة فيها من الهم اللي عاشوا فيه الأطفال غير عادية. والله المعاناة اللي يعاني فيها الطالب أو يعاني فيها طاقم التدريس داخل هذه المؤسسة معاناة مأساة بمعنى الكلمة، لما تقولي مأساة زي ما قلت لك المعلمة حجة تبلات، يعني المقاعد ما عندهاش علاش تقعمز، بدل ما تسوي لها وانت تجلس وانت تستريح وانت ما عندهاش وانت تجلس. الطالبة زي ما قلت لك تو حاليا أعطوني 15,000 وقالوا لي قسمهم 15,000 ما ديرهمش صيانة بس، لا ديرهم صيانة ديرهم نشاط، خذت الصيانة 4,500 دينار درت بهم بيبان للتريلات، وما كانت ما فيهاش بيبان ولا رواشن، حتى النوافذ ما فيهاش كانت ولا فيها بيبان، تريلا هيك مفتوحة وخلاص.
نعم. اعطوني 15000 صيانه، 15000 في مدرسه زيها بالله يا استاذ عزين شو بتدير؟ بدير شيء انت حاجة. انت عارف الوضع وعارف المغالاه وعارف نعم. شكرا لك استاذ عبد المجيد الزروق مدير مدرسه البكر وزاره التعليم الاساسي، كنت معي من مدينه زليتن. مناشدتك اتمنى انها وصلت. نتمنى من وزير التربيه والتعليم الدكتور موسى المدرب العمل بشكل سريع على الاقل ننقل الطلبه هذه لموقع كويس، ان ما كان فيه امكانيه على الاقل توفير الان مركبات جديده تكون مهيئه بشكل كويس، فيها تكييف نظاف، في دورات مياه. عيب الكلام اللي قال على الهواره، راهو الكلام اللي قال على الهواره واساءه لمعاليك لما يقولوا لك دورات مياه في مدرسه ما فيش الأبلة ولا الاستاذ ما فيش وين يقعمزوا، يعني حتى بيصحح امتحان ولا ما فيش، وهذا في حقك راهو غير صحيح دكتور. فنأمل التعامل مع هذا الأمر بشكل سريع. حنطلب فاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل بوصلت أخبارنا من الزنتان إلى جدابية. أرجوكم تفضلوا البقاء معنا. مرحبتين بكم مشاهدينا الكرام من جديد. حنمشي توا لجدابية لنتعرف على المركز الثقافي في جدابية، ونرحب بالأستاذ موسى العلواني مدير المركز الثقافي في جدابية. أستاذ موسى أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بك وعزيز وكل مستمعيك الأكارم، مستمعي راديو المسار تلفزيون المسار وكل من نعم تلفزيون المسار نعم تلفزيون المسار وكل متتبعي هذا التلفزيون الذي أصبح الآن بدون يعني بدون تزلف أو بدون تنم، هو التلفزيون الليبي ككل، لأن يطرح المشاكل ويطرح كل البرامج التي تكون عنا بالمواطن الليبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بك قوي يزدي وكل متتبعي برنامجك. حياك الله. نعم حياك. طيب أستاذ موسى، نحتاج لمحة تاريخية عن المركز الثقافي جدابية، متى تأسس، واحتاج إلى يعني سر التاريخي لهذا المركز. نعم، المركز الثقافي جدابية تم افتتاح المركز الثقافي جدابية في 30 يونيو في 19 يونيو تحديدا في 64، حيث قام في ذلك الوقت وزير الثقافة والمعارف بافتتاحه، لأن المركز الثقافي هو كان منحة من اليونسف. تم إقامة المركز الثقافي جدابية والافتتاح كان في 64. استمر المركز الثقافي طيلة تلك الفترة في تقديم العديد من الخدمات الثقافية للمواطنين في جدابية، فكانت به مكتبة أصدرت العديد من أغلب أهل المدينة، على حسب ما يروي السادة اللي كانوا في المركز الثقافي بأن كان ارتياد المركز بشكل كبير، كان أيضا به العديد من المجلات، سواء كانت مجلات الأطفال، فكانت في فترة معينة من في جدابية كل الأطفال يتجهون إلى المركز الثقافي لأجل غرس ثقافة القراءة لدى الأطفال. أيضا كان يعنى المركز ب نخبة من المثقفين والأدباء والشعراء، ويعرف الجميع أن جدابية يطلق عليها مدينة الثقافة ومدينة الشعر والشعراء. صحيح. مدينة الشمس. فكان رواد المركز في تلك الفترة كخلية النحل، ثم في ثم إغلاق المركز وتحويله إلى مثابة ثورية، يعني أصبح مركز في يعني مركز ثقافي تم تحويله إلى مثابة ثورية. نعم. إلى قيام ثورة 17 فبراير، وتحديدا دخل المركز الثقافي أو المثابة سابقا في صيانة وتحوير وتطوير، إلى أن تم افتتاحه في 30 يونيو أيضا في 2013. كويس. افتتح بعد صيانة كاملة، بعد تجهيز المركز الثقافي جدابية. ليس مركز فقط يعنى بإقامة الأنشطة وكذلك المشهد الثقافي فقط، ولكن يحوي مكتبة يرتادها العديد من البحاث وطلبة الجامعات والأكاديميات. هذه مهمة جدا للتزود بالكتب والمراجع في المكتبة. المكتبة في لا
لما تغير المركز الثقافي واللي تأسس في سنة 1964 تغير إلى مثابة ثورية ثم عاد إلى سابق عهده كمركز ثقافي، ما الذي تضرر في هذا الشأن؟ وتحديدا نتكلم عن المكتبة، هل تم حرق هذه الكتب التاريخية اللي موجودة فيه؟ وقد تكون هناك بحوث وبعض الكتب المهمة جدا، شو صار لها بالضبط محتويات المكتبة ما بين النقلتين اللي هو تأسيس تحوير ثوري إلى العودة إلى ما كان عليه مركز ثقافي؟ نعم، هو في بعض الكتب اللي كانت مستعيرها بعض الأشخاص احتفظوا بها، في من رجعها وفي من يحتفظ بها الآن في مكتبته. أيضا العديد والكثير من الكتب للأسف الشديد كانت المكتبة زاخرة، لم تعد يعني بعد التحوير والصيانة اللي حدثت في 2013 تم استجلاب حوالي بداية افتتاح المركز على ما أعتقد كان حوالي 60 عنوان وحوالي 200 نسخة من الكتب اللي بدأ بها افتتاح المركز، ثم تباعا كل السادة اللي توالوا على إدارة المركز الثقافي وكذلك مكتب الثقافة وكذلك هيئة الثقافة في تلك الفترة، كان في جهد مستمر لتزويد مكتبة المركز الثقافي بالعديد من العناوين والكتب، أيضا مشاركة المركز في عديد من معارض الكتاب كان لها دور، أيضا بند الاستبدال و استبدال الكتب اللي هي موجودة بنسخ معينة في المركز، نعم. يتم استبدالها بكتب أخرى نحن نحتاجها. أيضا في بعض الشخصيات في جدابية وفي بعض الناس اللي لديهم مكاتب في مدينة جدابية أصبحوا يهدوا في المركز الثقافي في عديد الكتب، هذا الأمر جعل المركز الثقافي الآن ربما يحوي أكثر من 150 عنوان، حوالي 2000 أو 3000 كتاب، ونحن ما زلنا نعمل من أجل تزويد مكتبة المركز الثقافي بعد الكتب، لأن المركز الثقافي المكتبة في المركز الثقافي تحتاج إلى تنوع، لأن تحتاج إلى طيب كتب وهذا أدبية، وهذا ركن مهم جدا مسألة التنوع، تحتاج إلى قصص، التنوع المفروض يكون دعم من وزارة الثقافة والمجتمع المدني، فهذا الجانب مهم وهو دعم وزارة الثقافة في هذا الإطار، كيف هو بالضبط؟ نعم، هو فيما يخص الدعم بالكتب للأمانة سواء كان دار الكتاب في بنغازي أو وزارة الثقافة في طرابلس، كلاهما يعني ليس لديه مشكلة في تزويد الكتب، ولكن هنالك عديد من المشاكل التي تترتب على عدم الحصول على هذه الكتب، منها على سبيل المثال الحصر، المراكز الثقافية مهملة جدا، ليس بها أي مقومات لكي تقوم هذه المراكز باستجلاب، أيضا الوزارات لا تقوم بإرسال هذه الكتب، ولكن حتى عندما نتحدث مع السادة في إدارة المراكز الثقافية سواء كان في أو السادة السيدتين وزيرتي الثقافة سواء كانت الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية أو السيدة وزيرة الثقافة والفنون في حكومة الحكومة الليبية، السيد حمادة متابع حكومة نعم الحكومة الليبية، كل هذه الحكومات ليس تتحرر بين ليس لديها قدرة على إرسال هذه الكتب، والمراكز الثقافية ليس لديها دعم من أجل أن هي تقوم باستجلاب هذه الكتب، فكانت الوسيلة في هذا الأمر نحن استجلبنا أكثر من مرة كانت عن طريق مساهمة أو مؤازرة من سواء كانت من البلدية أو من جهات أو قطاعات أخرى خدمية أو قطاع خاص أو مؤسسات مجتمع مدني، فكانت يتم استجلاب الكتب بهذه الطريقة، ولكن ما أود التحدث عنه تحديدا هو في المركز الثقافي جدابية تحديدا في الفترة من 2013 إلى 2023 عشر سنوات، يعلم الجميع أن عشر سنوات في مكان بدون نثريات بدون إنفاق حكومي في ظل أن المركز الثقافي الوحيد في المدينة، جدابية فيها حوالي اثنين مراكز ثقافية أخرى لم يتم استكمالها، فيها مركب ثقافي كامل لم يتم استكماله، ما يعرف بمشاريع جهاز تنمية تطوير المشروعات وجهاز الذيبة لم تستكمل هذه المشاريع، المركز الوحيد اللي موجود يحوي قاعة أنشطة ويحوي مكتبة، فاستهلك هذا المركز، المركز يحتضن ورش العمل، يحتضن الاحتفاليات في المدينة، يحتضن الدورات، يحتضن حتى الزيارات الطلابية من المدارس لاقتناء المكتبة يحتوي هذا المركز، المركز في عشر سنوات استهلك بشكل تام، ربما في فترة معينة ممكن حوالي شهرين ظل المركز الثقافي جدابية مظلم تماما بسبب خلل في كيبل المغذي الكهرباء المغذي للمركز، ولم يقم أحد ب
صيانة هذا رقم خطبنا الكهرباء وخطبنا البنز وخطبنا كل هذه، ولكن المركز الثقافي ظل إلى أن تم بمجهودات ذاتية من بعض الأشخاص والمؤسسات تم استبدال الكابل الأرضي بأسلاك هوائية، تم إعادة التيار الكهربائي للمركز من جديد، وقس على ذلك كل الأمور. يعلم الجميع أن إقامة الأنشطة في مكان يحتاج إلى نظافة، يحتاج إلى هذا المكان إلى صيانات دورية، يحتاج إلى استبدال، كل هذه الأمور استنزف. المركز الثقافي خلال 10 سنوات لم يعد مكان يمكن إقامة فيه الأنشطة، أو باستثناء المكتبة كانت إلى حد ما لوجود الكتب يستعير هذا الأمر اللي كان المركز ربما في الآونة الأخيرة يعتكف على أو يقوم بهذا الأمر فقط. أستاذ موسى، الحقيقة في سؤال من مشاهد كريم يقول لك إصدارت مركز من الكتب والقصص والروايات والأدب، هل ساهم في معارض ثقافية للسيد بلياسم؟ وأيضا نفس السيد يسأل كم عدد الكتب والقصص والروايات الصادرة عن المركز المكان هنالك؟ نعم، هو صادر عن المركز كما تحدثنا، المركز في ظل 10 سنوات استنزف حتى في كل أموره. يعني المركز الثقافي الآن الصيانة التي تحصل عليها كانت صيانة شاملة وكاملة. أيضا نحن بعد أن أصبح المركز لا يقوم إلا بعملية يعني المكتبة فقط هي المفتوحة والمتاحة، نشدنا وبعد أن خطبنا كلا الوزارتين، لكن أطلقنا صرخة مناشدة، استجاب اللواء 166 حقيقة، واللي يشكر ويشكر آمر اللواء 166 لفنديوم اللي استجاب لمناشدة المركز الثقافي، لأن المركز الثقافي أصبحت فيه أماكن تأهيل للسقوط في السقف وفي بعض الأماكن خصوصا في دورات المياه، وكذلك في شرفة المركز وأيضا سقف المركز. أيضا المركز أصبحت فيه النوافذ في أجزاء محطمة، أيضا يعني مكيفات المركز بشكل عام أصبح كل مكيف يتعرض لعقب وعطل، لا نتمكن من إصلاح هذا المكيف. كل بعد كل هذه الأمور وهذه الإشكالية الحقيقة بتعني منها العديد من أيضا موسى. يعني هذا بحد ذاته أحتاج لو كان عندك إجابة تقنعني نكون ممنون والله. ليش المراكز الثقافية في ليبيا مهمشة؟ ليش ما يتمش دعمها بشكل كويس؟ رغم أن مركز زي مركز ثقافي في جابيا يرفع من كفاءة الوعي والثقافة المجتمعية ويرفع من كفاءة حتى التعامل الأخلاقي والديني والمجتمعي وكله، يعطي مساحة للإبداع والفكر والمعرفة، لماذا لا يتم الاهتمام بمراكز الثقافية؟ بل أستاذ موسى عندك إجابة، الله يربحك جاوبني حسب معرفتك وحسب موجودك في هذا المجال. نعم، هو للأسف شيء سأتحدث بكل صراحة وشفافية، أزمتنا أزمة ثقافة للأسف. كل المسؤولين يروا في هذه الأماكن أماكن نقطة فارغة، يعني لا تدر عليهم أي أمر. يعني مثلا إذا كنت تتحدث عن أي أمور أخرى فيها ميزانيات وتم سرقة هذه الميزانيات أو يتم صرف وإنفاق هذه الأمور في أمور إعلامية، أيضا في أمور يتم يعني يتم خلينا نقوله المردود متاحة آني وقتي فيها شو، ولكن المراكز الثقافية هي الميزة فيها أن هذه الأماكن ترفع من وعي المواطن وثقافته، وهذه الأمور تحتاج إلى وقت كبير جدا. نعم. أيضا لا يتم دعم، من وجهة نظري بسيطة أنه لا يتم دعم، لأن لا أحد يعيرك، حتى يروا فيها حتى الحقيبة الوزارية للثقافة يروا فيها أنها حقيبة لا تسلم إلا لمرأة وكأنها شوفت زائد أو مرضاة أو محصة لجهات معينة، ولكن لا يروا فيها أنها حقيبة مفصلية، مع أن كل الأمور سواء كانت التعليم أو الصحة أو القانون أو العدل أو كل هذه الأمور إذا كنا نحتاج إلى رفع مستوى ثقافة المجتمع من أجل أن يكون واعي في التعليم، واعي في الصحة، ومدرك للقوانين، ويعي ويعرف جيدا كل ما له وما عليه. المشكلة هو إهمال هذا الجانب المهم جدا، وهو جانب التصديق لكلامك أستاذ موسى. كنا بداية الحلقة عبء زائد على الموضوع تبرع بالدم أو في الجزء بداية الحلقة بالضبط، فكنا نتحدث على مسألة حجم استيعاب المواطن بهذه بتبرع بالدم وأهميته، وأعطاه مساحة فكرية وثقافية لأهمية التبرع بالدم، فكان إلى حد ما
مقبول جدا، لكن لو كان في تكثيف اكثر لكان عدد كبير جدا من المواطنين اليوم عند عزوف على تبرع بالدم كان متبرع بالدم. وبالحقيقة وهذه نقطة جوهرية وهي مسألة ثقافية والمعرفية للمواطن الكريم. الأستاذ موسى العلواني مدير مركز الثقافي جابية، شكرا لحضرتك جزيل الشكر، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة أخبارنا لهذا اليوم. مشاهدينا دائما أسعار أخبارنا انتهت، في أمان الله.